صباح الخير. مع اقتراب موسم الحج رح نحكي اليوم عن المطاعيم اللي لازم ياخذوها الحجاج طبعا لا تجنب العديد من الامراض. معنا دكتور محمد راتب لترور. صباح الخير، مدير برنامج التطعيم الوطني ورئيس قسم التطعيم، اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، صباح الخير. كيف حالك؟ تمام الله يخليك يا ستي. حاليا يعني عم بيكون في اجراءات بوزاره الصحه ليكون في الحد ان شاء الله من يعني انتشار الامراض في موسم الحج، وعاده بهذا الوقت من كل سنه عم بتكون دائما الوزاره بتحب تعمل حملات توعويه لتعرف جميع الحجاج انه بالمراكز الصحيه عم بيكون حاليا في مطاعيم ياخذوها قبل ما يسافروا للحج. بدايه نحكي عن الاجراءات حاليا اللي عم تعملوها بالمراكز الصحيه. ستي بالبدايه شكرا لكم وشكرا لمحطه رؤيا اللي اثبتت موجوديتها بالفعل، شكرا على الاستضافه هاي. صحيح انه الحجاج قبل ما يسافروا يعني احنا في اجراءات اللي هي قبل السفر واجراءات يعني او ارشادات خلينا نحكي توعويه للحجاج قبل السفر، وفي اجراءات اثناء السفر يعني اثناء تاديه المناسك الحج، وبرضه كمان في ارشادات انه عند العوده حتى. فمن الارشادات اللي قبل السفر انه اللي بالبدايه يعني حتى فيما يتعلق بالامراض المعديه خلينا نحكي انه يكونوا متحضرين ماخذين مطاعيم الضروريه واللازمه قبل سفرهم واللي بتوصوا فيها الدوله المضيفة السعوديه ومنظمه الصحه العالميه حسب التوصيات. هلا يعني المطاعيم بتكون محدده لبعض الامراض؟ نعم نعم. بتنسيق نعم مع المنظمه والسعوديه بالضبط. فبتكون مثلا زي يطلب عاده بشكل عام اللي هو مطعوم السحايا للحجاج ومطعوم الانفلونزا الموسميه اللي كل سنه بكون موصى فيه توصية بالنسبة لمطعوم الإنفلونزا، لكن مطعوم السحايا بكون إجباري يعني ممنوع يدخلوا اللي يكون معه إثبات أو شهادة. السحايا ضروري والإنفلونزا نعم. اختياري بيكون للحجاج؟ اختياري ولكن موصى فيه لأنه ضروري يعني خاصة بعد يعني الأمراض اللي بنسمع فيها الحالية والزي هذا، فبيكون ضروري حماية للحجاج بشكل عام. تمام. يعني لازم قبل بقد إيه ياخذوا هاي المطاعم؟ هي اللي قبل 10 أيام من السفر يفضل عادة انه ياخذ حتى تكون تعطي مفعولها انه يكون انه وصلت المناعة عندهم حتى لما يكونوا يوصلوا غادي يكون جسمهم شكل مناعة على المرضين هذول. حلو، يعني اذا ببساطة الاجراءات ما قبل الحج قبل نعم قبل هو مطعوم الانفلونزا ومطعوم السحايا والسحايا ضروري جدا. بالضبط. هلا بداية كيف لازم يعرفوا مثلا الدولة المستضيفة اللي هي السعودية انه هل الحجاج ما في منهم خوف وماخذين المطاعم؟ ما هو تطلب هاي الوثائق عند الدخول للسعودية بطلب منهم شهادة انه مطعم ولا مش مطعم عليها، فبكون معه بكون واخذ الورقة تمام. من وزارة الصحة من هون تثبت انه مطعم للسحايا، وبالنسبة للسائل الانفلونزا بكون انه هو كمان حماية له. تمام. أثناء الحج وهو يمكن الفترة اللي شوي بتقلق الجهات الصحية لأنه عم بيكون في من كل أو معظم دول العالم وبيكون في اختلاط تقريبا يعني مباشر بين الناس، فشو الإجراءات المتبعة للحفاظ أو لتقليل من الإصابة بالأمراض؟ يا ستي احنا النصائح اللي بنصح فيها دائما بالنسبة خلينا نحكي قبل حتى قبل لسه قبل كمان ما يروحوا على الحج يعني انه خاصة المرضى المزمنين المرضى مثلا الأمراض المزمنة زي السكري اللي عندهم سكري عندهم ضغط عندهم أمراض قلب بيشكوا مثلا من أمراض كلى أو يكون أدويتهم معهم يعني بالمدة كافية يعني يكونوا ماخذين الأدوية اللي تكفيهم طول فترة الحج حتى ما يصير عندهم نقص فيها بشكل عام، ويكونوا محتاطين فيها الأدوية هاي بشكل عام. أثناء الحج هناك احنا عادة نوصي انه خصوصا انه بمناطق اللي فيها الزحام هاي انه اذا شافوا شخص مثلا مصاب بامراض تنفسيه الابتعاد عنه قدر المستطاع، عدم مخالطته، دائما الانتباه بشكل عام كمان غاد انه الوقايه من هاي الامراض التنفسيه بشكل عام لما يكونوا انه مثلا فيها شخص عنده عطاس عنده كذا انه يعني يستعمل أدوات مثلا زي استعمال المنديل عند العطاس، وكمان يعني رميها في السلات اللي تكون مجهزة. كمان بالإضافة هناك أنه ينتبهوا لأمور ضربات الشمس كمان أنه هاي مهمة كمان جدا خاصة كبار السن أنه ما يجد نفسه خاصة أثناء لما تكون الحرارة مرتفعة انه استعمال ياخذ احتياط مثلا معه شمسيه احتياطا مثلا انه كثار من السوائل
خصوصا انه عاده بالمناطق الهاي بيكون بالاجهاد بصيبهم جفاف معظم الكبار السن والحجاج بشكل عام. يعني كل التفاصيل ما بدنا نغفلها، يعني تحديدا بفتره الحاج انت عم تحكي عن تفاصيل دقيقه بالزبط. مرات يمكن الشخص العادي مش كتير بنتبه لها، لكن بهاي الفتره لانه في اكتضاض وفي عدد كتير كبير من الناس بده يكون منتبه لهاي التفاصيل. مهمة. كمان تجنب مثلا شراء المواد الغذائيه المكشوفه او اللي غير امنه، خلينا نحكي وهي بتسبب تسممات غذائيه عند الحجاج بشكل عام، يعني وبتسوي مشاكل صحيه من اسهالات من مغص من كمان مثلا انه ينتبهوا للغذاء والادويه عفوا المأكولات المطبوخه انه طريقه حفظها، يعني اذا طبخوا مثلا اكلات معينه انه بعد فتره انه يحفظوها مبرده بالثلاجه حتى ما لانه بتعرفي بالحراره بتتلف بسرعه، وبالتالي انه بيعرضوا انفسهم لتسممات ومشاكل طبعا. صحيه. بعد رجوعهم من السفر هل بيتم في فحوصات معينه عشان برضه هم يطمنوا انه لا سمح الله ما لقطوا اي من الامراض؟ لا، احنا عاده ننصح انه الحجاج بعد ما عودتهم من السفر انه إذا شعر بأي أعراض تنفسية خلال 14 يوم أو أي أعراض هذا إنه يراجع الطبيب أو المركز الصحي القريب عليه ويقول له طبعا يشكي له عن هذا، وبالتالي إذا شكوا فيه إنه بيعملوا الفحوصات اللازمة وبتم متابعته، يعني يكون منتبه على صحته هالفترة إذا في أعراض هو شاكك فيها، خاصة إذا شكى من أعراض تنفسية حادة وإشي خلال 14 يوم رجوع من الحج. تمام تمام. بحب أركز على موضوع يعني قدي متوفر المطاعيم وكيف مثلا الأشخاص توجهوا للمراكز الصحية، كيف العملية بتكون؟ المطاعم متوفرة حاليا ومتوفرة سواء مطعوم السحايا أو مطعوم الإنفلونزا، والسنة هاي يعني بالذات احنا أصرينا على أساس أنه الحجاج موعدهم أبكر، أصرينا أنه المطعوم هذا يوصل للحجاج قبل ما يكونوا مسافرين، لأنه عادة مرات المطعوم هذا الإنفلونزا بتأخر بنزول بالأسواق، فالحمد لله كان هي متوفر وموجود حاليا وبتم توزيعه حاليا لمديريات الصحة ويكون موجود متوفر بمديريات الصحة. كل مديرية الصحة بتكون مختارة المراكز الصحية اللي بتكون فيها تطعيم هاي لتطعيم الحجاج، وبالتالي ما عليه إلا راجع مديرية الصحة المعنية في منطقته، يعني مديرية صحة إربد، مديرية صحة الكرك مثلا أو العاصمة، في براجع مديرية الصحة وهم بيقولوا له بوجهه وين يروح أنه مركز يطعم فيه. تمام، يعني هو بالنهاية أكيد المطاعم هاي لمصلحة يعني هالشخص، يعني هو طبعاً مفروض عليه نوعا ما ولكن لمصلحته بتعانوا من مشكلة أنه في حجاج ما بياخذوا المطاعم أو دانا أنه هسا الموجود بالحج من جميع جنسيات العالم طبعا ومن جميع مناطق العالم، بتعرفي في مناطق كثير بتكون في موبوءة بأمراض معينة خصوصا يعني مرض السحايا مرض الأمراض التنفسية، فإحنا لما بنحمي حجاجنا بنحميهم من الأمراض هاي طبعا، وبالتالي بتحسهم ملتزمين بشكل عام عم بيكون إجمالا حجاجنا دائما ملتزمين ممتاز. يعني بيراجعوا دائما بس إحنا بنطلب منهم إنه يراجعوا قبل بوقت، يعني حتى يأخذوا المطعوم هذا قبل بعشر أيام من السفر طبعاً. مش يستنوا لآخر يوم أو آخر يومين قبل السفر ويصير ازدحام ويصير انه كمان انه يكون حتى يدي مفعول للمطعوم هذا. تمام. في موضوع اخر سريع بدنا نحكي عن رح يكون ان شاء الله في حملات جديده لتطعيم الاطفال، بنحب برضه ننوه عنهم. اشكرك على هذا السؤال. بالفعل انه احنا في بصدد الان عمل حملتين تطعيم وطنيات ضد شلل الاطفال للاطفال اقل من 5 سنوات، يعني من عمر يوم لخمس سنوات في جميع انحاء المملكه، في راح تكون بنهايه شهر 10 الأولى والثانية بشهر 11 إن شاء الله، بشهر 10 وشهر 11، ومن يعني من خلالكم بنناشد المواطنين أنه بغض النظر عن التطعيم السابق للأطفال إذا كان أخذ بالجرعات السابقة بالحملات السابقة أو أنه بتطعيم الروتيني، هذا كحماية ودعم وجرع مدعمة للأطفال ضد شلل الأطفال، لأنه زي ما بتعرفوا عنا في عنا ظهر حالات السنة في شلل الأطفال في سوريا وظهر برضو في العراق شلل الأطفال بتواريخ معينة خلال شهر 10 راح تعلن عنها إن شاء الله، هي بس الأجمالا بتكون من 26/10 بآخر الشهر بآخر شهر 10 إن شاء الله. شكرا لك دكتور محمد راتب السرور مدير برنامج التطعيم الوطني، شكرا لحضورك. شكرا لكم.